طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: اليمن يعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك. ومن صحيفة العرب الجديد: يمنيون يعيدون استخدام الملابس المستعملة. ومن أخبارنا المنوعة: التنمر يجبر فتاة القمامة على ترك مدرستها. أهلا بكم. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد كما جاء في الموقع بوست أن يوم الأحد هو المكمل لشهر شعبان، وأن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440. أوضحت الوزارة في بيان لها بأن لجنة مراقبة الأهلة قامت مساء السبت في مدينتي الحديدة وعدن بعملية مراقبة وتحري رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام أثناء الغروب وبعده، وتعذر رؤية هلال شهر رمضان. وبالرغم من وجود جو صحو، لكن لم يشهد أحد برؤية هلال رمضان في أماكن رؤيته المعتادة على السواحل اليمنية. زعم تقرير حديث لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، كما أورد موقع يمن مونيتور، أن غارات طائرات دون طيار على اليمن لم تقتل مدنيين كما لفت إلى نشر قوات أمريكية في اليمن. لكن تقارير في محافظات البيضاء ومأرب وشبوة خلال 2018 أكدت وجود ضحايا لتلك الغارات، من بينها غارة في مارس 2018 استهدفت سيارة وقتلت 3 مدنيين، بينهم سالم المنذري المدير الأسبق لنقابة السائقين بمدينة عدن. وبحسب التقرير الذي يقع في 22 صفحة حول العمليات العسكرية الأمريكية في العالم خلال 2018، فقد أوصلت القوات الأمريكية المنتشرة في اليمن العمل أو واصلت العمل على تعطيل ومواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيمي القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة. هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها البنتاغون عن وجود قوات على الأراضي اليمنية لمواجهة التنظيمين. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في مايو 2018 أن فريقا من القبعات الخضر يساعد القوات السعودية في معرفة أماكن إطلاق الحوثيين للصواريخ البالستية وتدميرها، دون ذكر لوجود قوات على الأرض ضد تنظيمي القاعدة والدولة. في صحيفة الاستقلال الجزائرية كتب مروان الغفوري مقالا عنونه بالثقوب الأربعة السود، وفيه قال: يمثل الحوثيون أقلية داخل الأقلية. منذ الحرب الأولى وقع الحوثيون اتفاقات يصعب حصرها، لم يلتزموا بأي منها، غالبا ما كانوا يكتبون نهاية الاتفاقات من خلال الحرب. دمر الحوثيون كل احتمالية ممكنة لأي فكرة عن الصلح والسلم والهدنة، فبعد أن وقعوا في ستوكهولم على وثيقة الخروج من الحديدة، تركوا تلك الوثيقة في حالة ميعان وذهبوا لينجزوا بعض حروبهم العالقة في 3 محافظات: حجة، الضالع، البيضاء. تتصرف السعودية في الجزء الشمالي من اليمن صحبة إيران، وتنفرد الإمارات في الجنوب. أسست الدولتان السعودية والإمارات حوالي 15 تنظيما عسكريا لا يتبع أي منها وزارة الدفاع، وتنشط القاعدة في المناطق التي تهيمن عليها الإمارات. على الجانب الآخر، تمنع إيران ظهور أي تنظيم مسلح خارج سيطرة الحوثي، وبالطبع لا وجود للقاعدة. انهار اللقاء المشترك قبل سقوط صنعاء أو بعد دخولها، سرعان ما شهد الأمين العام للحزب الاشتراكي يسافر إلى جنيف مع الوفد الحوثي ضمن استراتيجية أطلق عليها الطريق الموضوعي الثالث. انحاز حزب الإصلاح إلى السعودية وسلك الناصري طريق الإمارات. ذهب المؤتمر الشعبي حزب صالح يقاتل مع الحوثي في مكان ويقاتله في آخر. تمالأت مؤسسة الرئاسة مع حروب الحوثي وكانت أخطر ضحاياه. رفض هادي العودة إلى أي من أراضي بلده ويخوض صراعا متقطعا مع رجاله الأقوياء. ثمة حرب قائمة يقف عبد الملك الحوثي قائدا لأحد طرفيها وليس للطرف الثاني من قائد.
لا يمثل الرئيس هادي إلهاما لأحد ولا يتحدث إلى مواطنيه. تكمن خطورة مؤسسة الرئاسة في كونها اختزلت المشروعية السياسية في شخص الرئيس. ذلك الاختزال النشط عمل على إخماد كل ظاهرة من شأنها أن تعبر عن المشروعية السياسية أو ترفضها. الرجل الذي اختطف المشروعية السياسية سمحت له نفسه أن يصير مختطفاً لدى ضباط سعوديين من الدرجة الثالثة. هكذا تعقدت المسألة اليمنية وتفاقمت. حل اليوم العالمي لحرية الصحافة للمرة الخامسة على التوالي على وقع انتهاكات ومضايقات مستمرة يتعرض لها الصحفيون في اليمن، كما يقول موقع المصدر أونلاين، الذي يضيف يقبع أكثر من 10 صحفيين خلف قضبان سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء، وتمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي. يقول الموقع أن الصحفيين والإعلاميين في اليمن يعيشون وضعا مأساويا، سواء من كان منهم مختطفا في سجون ميليشيا الحوثي أو كان نازحا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى قالت إن اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو من كل عام لم يعد يوما للحريات كيوم عالمي للصحافة، بل بات مأتما نتذكر فيه فقدانا والانتهاكات الجسيمة التي مرت بها الصحافة ككل في أعوامها التي خلت حتى أصبحت تلك الانتهاكات في ذروتها مع بداية العام الجاري. نقابة الصحفيين اليمنيين أشارت إلى أن ما يعيشه الصحفيون اليوم من أعتى أزماتهم بعد إغلاق العشرات من وسائل الإعلام الأهلية والمعارضة وفقدان مئات الصحفيين لأعمالهم ومطاردة أصحاب الرأي وترويعهم، وبحسب التقارير السنوية أو السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، احتلت اليمن المرتبة 70% في البلدان الأكثر انتهاكا لحرية الصحافة. تعيش صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وضعا مأساويا يهدد بكارثة بيئية، وذلك بحسب تعبير موقع التغيير نت، جراء استمرار طفح المجاري في معظم شوارعها وحاراتها التي أصبحت مهددة بإغلاق بعض المنازل والشوارع نتيجة توسعها يوما بعد آخر. سكان أحياء العاصمة صنعاء شكوا من تفاقم مشكلة طفح المجاري بسبب ما قالوا إنه الإهمال الحوثي الذي ساعد في عملية انتشارها على أوسع نطاق. وأفاد سكان بأن موسم الأمطار الذي شهدته صنعاء منذ مطلع أغسطس الماضي ضاعف مشكلة طفح المجاري وسط تجاهل السلطات المحلية، وأحياءهم اليوم تواجه كارثة بيئية حقيقية تستوجب التدخل العاجل لمعالجتها. أحد أطباء مستشفى 70 بصنعاء حذر من خطورة استمرار غرق بعض الأحياء السكنية في صنعاء بفيضانات الصرف الصحي التي تهدد نحو 8 ملايين مواطن بموجات جديدة من الأمراض والأوبئة الخطيرة. ثورة القرنفل، هذا ما اختاره الكاتب سلام الكواكبي لمقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. يقول الكاتب: منذ بداية الربيع العربي يتابع المتخصصون في التحولات الديمقراطية الحديث عن التجربتين البرتغالية والإسبانية بشكل أساسي، نموذجين يقتدى بهما للمنطقة العربية لما للقرب الجغرافي من تأثير كما لما لطبيعة الأنظمة الحاكمة من تشابه. والقياس أجدى مع هاتين التجربتين منه مع تجربة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، حيث معايير التغيير السياسي كما الانتقال الديمقراطي مختلفة. فلا الأنظمة التي حكمت تلك البلدان شبيهة بمن حكم وطغى وتجبر على الشعوب العربية ولم يزل، ولا التجربة السياسية حتى في أعتى زمن الهيمنة السوفيتية قابلة للمطابقة من خلال بعدي الفساد المستحكم والقمع الدموي الممنهج الذي تتميز به الأنظمة العربية. أنهت الثورة البرتغالية حياة آخر القوى الاستعمارية في لبوسها التقليدي، وحولت بلداً مستعمراً فقيراً بطريركياً إلى ديمقراطية حديثة. السعي من أجل الديمقراطية هو في خضم معيشة الشعوب العربية التي تشهد صراعات مكشوفة دموية غالباً مع مستبديها، وهي شعوب من مشرقها إلى مغربها تعبر في تجارب قاسية وثورات مجهضة أو مسروقة أو ثورات مضادة، وتحرم من حريتها في توافق مدهش بين ساستها المستبدين وساسة العالم الحر الذين يعتبرون أنها غير مهيئة لهذا الترف الديمقراطي، فيدعمون طغاتها سعياً وراء استقرار موهوم
وظنا بأن هذا الحلف الشيطاني سيواجه إرهابا لا يفعل إلا أن يؤجج أسبابه وأدواته. انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة كما جاير بولسونارو في البرازيل وكثير سواهما من يمين التطرف في الغرب نماذج عن الانتحار الذي يسببه الخوف لدى بعض أفراد الطبقات الوسطى من المستقبل، في حين أن مئات الآلاف من الشباب الجزائري والسوداني يتظاهرون سلمياً مطالبين بانتخابات ديمقراطية ومظهرين تمسكهم بالحرية وبالكرامة، ما يدل على أن رائحة القرنفل الديمقراطية ما زالت منتعشة. واقع الحال في اليمن الناتج عن استمرار الحرب وأزمة الرواتب والفقر يدفع المواطنين بحسب صحيفة العرب الجديد إلى البحث عن بدائل كشراء الملابس المستعملة بسبب عدم قدرتهم على شراء تلك الجديدة. أمام أحد المتاجر المخصصة لبيع الملابس المستعملة في صنعاء يقف إبراهيم العمراني متأملا بعض المعاطف المعلقة على أبواب المتجر للعرض قبل أن يقرر شراءها. يشتري العمراني الملابس المستعملة لأفراد أسرته منذ نحو 3 سنوات، فأسعار الملابس الجديدة باهظة الثمن ولا يقوى على توفير ثمنها. يقول لي العرب الجديد: ليست سيئة بعد أن نشتريها نغسلها جيدا لنحمي أنفسنا من الأمراض المعدية. ويشير العمراني إلى أن عدم توفر الرواتب يسبب أزمة لغالبية العائلات اليمنية، ويضيف: ما كنا نستطيع توفيره بصعوبة قبل الحرب لا نستطيع توفيره إطلاقا، ونضطر لإيجاد حلول بديلة تضمن حياة مستمرة أو حياة مستورة حتى تنتهي الحرب. وفي وقت تسعى المنظمات الدولية إلى توفير المياه والغذاء للسكان ودعم الصحة، تبقى مهمة توفير الملابس على عاتق أولياء الأمور، ليلجأ كثيرون منهم إلى شراء الملابس المستعملة التي تستورد من الخارج من جراء انخفاض ثمنها بالمقارنة مع أسعار الملابس الجديدة. الكاتب حازم صاغية وفي صحيفة الشرق الأوسط كتب بعنوان: وجهتان لأوروبا لا غير، قائلا: يقول مأثور هندي أحمر: حين تهب العاصفة لا تنظر إلى أوراق الشجر، انظر إلى جذعها، فالأوراق توحي بانهيار مؤكد، أما الجذوع فتطمئننا، العاصفة إلى عبور ونحن الراسخون في الأرض. اليوم ينظر أوروبيون كثيرون إلى الجذوع مستنتجين أن هبوب الشعبوية لن يقتلع الديمقراطية، لكن تحليل أوروبا اليوم يشبه الروايات المتعددة السرود والأصوات. سرد آخر يقول العكس تماماً ولا يعدم الحجج. في إسبانيا لا يحل الفوز الاشتراكي دون الانتباه إلى حزب فوكس، وهو الحزب التقليدي لليمين، يناهض التعددية الثقافية والنسوية والهجرة والإسلام، ويتمسك بالتقاليد الذكورية القديمة فيما يتعلق بالطلاق والزواج والإجهاض. إنه نذير اليوم للغد، ففي انتخابات إسبانيا أيضاً تكبر حصة العناصر الجوهرية والتكوينية بسبب الهجرة من الجنوب من وراء المتوسط. هذا هو المزاج الأوروبي الجديد، بيد أن بريطانيا أم البرلمانات تقع هي الأخرى بين تحليلين أقصيين، واحد يؤكد أن بريكزيت قد فصلها عن قارتها وقضي الأمر، وآخر يتوقف عند إخفاقات بريكزيت التي لابد أن تفرض إعادة نظر. التضارب نفسه يسم التحليلات الرائجة فيما خص إصلاحات ماكرون بعد تحدي السترات الصفراء في فرنسا، أو الطريق الذي ستسلكه ألمانيا بعد تقاعد المستشارة ميركل. وإذ يلوح البعض بانتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى بين 23 و26 من مايو الجاري بوصفها الوضوح الذي يبدد بعض الغموض، يتوقف آخرون عند 2: الأزمة الاقتصادية والضجيج التعبوي ضد اللجوء بعد انحسار اللجوء نفسه. ففي بقاء هذين العاملين أو ضمورهما يقيم فصل الخطاب، ونعرف بالتالي من الذي سوف يغني في آخر المطاف هذه ليلتي. في الصين تستخدم أنظمة قوية بالفعل لاستهداف أقليات بأكملها، فهناك تقارير جديدة تشير إلى صحة واقع التمييز الذي تعيشه الأقليات حتى في أمور بسيطة وغير ضارة مثل حجز مكان للإقامة في العطلات. وفق موقع عربي بوست، هناك عشرات من الشقق وأماكن الإقامة تنص صراحة على عدم السماح لأقليات عرقية معينة باستئجارها. وأشار التقرير إلى أن أحد تلك المواقع مكتوب في صفحته:
ليس لدينا تصريح من الشرطة لاستضافة الإيغور الأقلية المسلمة، لذا يرجى عدم الحجز. ليس من الصعب على المضيفين تحديد الهوية العرقية للضيوف المحتملين، حيث يحصل كل مواطن صيني على بطاقة هوية وطنية عندما يبلغ 16 عاما، تحتوي على المعلومات الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد وكذلك النوع والهوية العرقية ومحل الإقامة. اضطرت الفتاة البريطانية نادية سباركس البالغة من العمر 13 عاما والملقبة بفتاة القمامة كما أوردت صحيفة الشرق الأوسط إلى تغيير مدرستها بعد التنمر عليها ومهاجمتها من قبل بعض التلاميذ بسبب مجهودها في جمع القمامة. منذ عام 2017 تنطلق نادية إلى مدرستها في ساعة مبكرة كل يوم لالتقاط القمامة ووضعها في سلة دراجتها. لقبت بفتاة القمامة وتقول إنه لقب يعجبها كثيرا لأنه يجعلها تشعر وكأنها بطلة أو بطل خارق كما تقول. كما حصلت على الكثير من الجوائز الدولية بسبب مجهودها في جمع القمامة أثناء رحلتها من وإلى المدرسة وجائزة التطوع من رئاسة الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، لكن هذا لم يشفع لها عند أصدقائها في المدرسة، فتم مضايقتها أكثر من مرة وإلقاء عصير البرتقال في وجهها مؤخرا، وتم أيضا لكمها والتعرض لها بسكين في المدرسة. بولا سباركس والدة نادية قالت إن ابنتها لم تجد من يدافع عنها في مدرستها، وشعرت أنه لم يعد من المناسب أن تستمر في هذه المدرسة، بينما قامت شرطة نورفولك باستدعاء نادية لسؤالها عن الواقعة وتمت إحالة مراهق إلى التأديب. جولتنا المصورة لهذا اليوم توثقها عدسات تصوره صحيفة الديلي تيليغراف لأحداث متنوعة من مختلف أنحاء العالم. إلى الصور. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا يقدمها لنا رسام الكاريكاتور. نتابع. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير.